ما كنت ترسي على شي ما حتى تسمعك الاخبار اللي بتسر قلبك وخاطرك. هلكتني هلكتني من اخبار الغن تبعك. ولك شبك انت شبك شبك ها شبك، بدك تضلك هيك على طول دافني راسك بالتراب مثل النعامه؟ امتى بدك تبلشي تسمعي وتفهمي؟ لك دخيلك انت شو فالح، يعني شو اجاك من الاخبار اللي عم تسمعه كل يوم والتاني؟ اه فهمني، داخل ايه منك انا؟ روح لإلك شي شغله تفيدك وتفيدنا احسننا. العمى لا خلص خلص خلص، شبك شو صار لك بحطي مثل القراوي؟ العمى العمى على الاخبار اللي حكي بلا طعمه. أعزائي المشاهدين، يسعد أوقاتكم، بحب رحب فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا هموم المواطن، وبيسعدني رحب بضيفنا العزيز مسؤول النقل في المحافظة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. هذا هو مسؤول النقل، بده يحكي عن أزمة المواصلات بالبلد. اليوم رح ما عم بتشوفي التعتير اللي عم تعتروا بالمواصلات والبكاري والعلقة مع الشوفيرية؟ العمى عنا شوفيرية؟ العياذ بالله ما بينحكى معهم، لكن بيحكوا معك من روس مناخيرهم. عصير بوجه المحن والآلام. طبعا طبعا هالأزمة صارت كتير عم بتأثر على المواطن، عم ترهقه ماديا ومعنويا، وعم بتأثر على قراراته بالحركة والتنقل، لدرجة انه بعض المواطنين قرروا انه يقاطعوا المواصلات. بس للأسف المواطن عاجز عن ذلك. عاجز بس، ولك يلا خلصينا بقى فوتي بالموضوع. بعد هالمقدمة المختصرة بحب اتوجه لضيفنا العزيز واسأله، كيف تواجهون هذه المشكلة؟ لا اظن ان هناك ازمة مواصلات، قد يكون هناك بعض الاختناقات البسيطة، ولكن الحديث عن ازمة مواصلات اعتقد انه امر مبالغ فيه كثيرا. انا مثلا كل يوم عم انزل على الشارع واتجول في بعض المواقف وارى الباصات والسرافيس تتحرك بسهوله. العمى لكن يا استاذ، لك سمعتي سمعتي قال ما في ازمه مواصلات بالبلد. ولك حبيبي انت منين بدك تحس بازمه المواصلات؟ اكيد اكيد هذا الافندي بيركب بسيارته الفخمه وبيسرسق سرسقه على مكتبه الفخم وبيتركن، منين بده يحس بازمه المواصلات؟ قال ما في ازمه مواصلات. قال لك دخيلك انت شو فهمان، هلا من كل عقلك بدك اياه يعترف انه عندنا ازمه مواصلات؟ دخيلك على عقلاتك انا دخيلك. اكلنا لجنه جديده لدراسه الاسعار للباصات والميكرويات، وفعلا صدرت اول امس لائحه جديده بالاسعار. ولكن يا أستاذ لا أحد يتقيد بهذه التسعيرة، لا السائقين ولا أصحاب السرافيس، وهذا عم يخلق كتير مشاكل بين السائقين والمواطنين كما رصد فريق البرنامج. لا 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 سيدتي، الأمر ليس كما تصورين، نحن نزلنا إلى الشارع وسألنا الناس وتابعنا الموضوع على الأرض وما شفنا هيك شيء، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك بعض التصرفات الفردية من بعض السائقين. عفوا أستاذ، فردية؟ أنا ما عم جيب كلامي من الهوى، نحن كمان نزلنا على الشارع ورصدنا هاي المشكلات بالكاميرا، واسمح لي نشوف التقرير المصور بأحد كراجات المدينة. تفضلوا. والله يا معلم بدك صراحة شي بجنن. طيب أستاذ شو رأيك بأزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد؟ الحقيقة يعني كتير متعبة، والله عم بتعب كتير، يعني أنا كل يوم بتيجي بتضحي لهم انا ولادي ثلاثه، واحيانا ما بلاقي ميكرو بنضطر ناخذ تاكسي. طيب يعني بدي اسالك تقريبا قديش عم تحط مصاري باليوم؟ يعني انا ولادي حدود 500 ليره، 600 هيك. نعم 600 ليره؟ ايه ايه. لا انت اكيد عم تمزح. ليش لا امزح معك؟ انا منين بعرفك لا امزح معك يعني؟ لا بس انه يعني 600 ليره كثير، يعني كثير كثير. لك روح عنا يا روح لك شغله تطلق الله يرضاك، فاضي وبتفضي انت، عم لك احنا اربعه، 600 ليره كل يوم ما عم صدق، راتبنا عم يروح على السرافيس. ومن مواطن لمواطن عم تزيد همومنا، الحقوني لحتى نشوف مواطن جديد. يعطيك العافية خالي. أهلين يا ابني، أهلين أهلين. يي أنتوا تبع التلفزيون؟ إيه خالي، نحن عم نعمل استطلاع رأي حول مشاكل تعرفة الركوب، فشو رأيك بهذا الموضوع حول مشاكل السرافيس والباصات بشكل عام؟ السرافيس والباصات لا تجيب لي سيري دون، رح يموتون يا دون، مثل ما لك شايف قدامك. ها شوف العجقة وفوق هاد الشوفير بياخد زيادة على التسعيرة. لك قول معلش قبلاني، بس الحمد لله وقت روح بقعد على الكرسي بقولها الحمد لله رح أوصل على بيتي. يعني شو مشكلتك انت بس بتوضحي لنا اياها لو سمحتي؟ لك يا ابني مثل ما لك شايف انت، انا شايفني ماني قدراني اوقف، والزحمه شايفها قدامك، يعني كثر خيره صاحب المحل
جبر علي وحطاني الكرسي لاقعد ارتاح شوي، كتر خيره. والله يا ابني خايفه شي يوم اكل شيء وقع اروح فيها. لا بعيد الشر، الله يقويك يا رب. طيب شو ناوي تساوي هلا؟ هلا ما بدي، عم استنى رحمه ربي وسيرفيسات لاقي شيء سيرفيس اتكل اركب، يعني بس بدي حدا يساعدني لاركب. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ساعدك؟ ايه على راسي. تفضلي تفضلي. يا رب يا رب يا بسم الله بسم الله. تفضلي خالي يا كريم. شوي شوي يا الله حدا يجي يساعدها شباب. يا الله تفضلي تفضلي خالي تفضلي. وخلينا نشوف بعض استطلاعات الرأي لأزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد ونشوف آراء المواطنين حول هذا الشيء. تفضلوا. يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي أسألك شو رأيك حول أزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد؟ والله يا أخي أزمة ما لها طبيعية بصراحة. صار لي ساعة وربع واقف هون عم بستنى مكرة مشان أطلع على الجامعة، عندي فحص والفحص الحمد لله راح. صرت طالع بثلاث مكاري، واحد بيقول لك 50 والثاني بيقول لك 60. طب شو حلتها هيبة؟ يعني هن عم ياخذوا فوق التعريفة. ايه عم ياخذوا فوق التعريفة، وهي التعريفة عندنا محطوطة هون. بيقولوا لك شو حجة غلاء مازا، طب أنا شو ذنبي؟ طيب يعطيك العافية، يعطيك العافية. تفضل. مرحبا. بديش أحكي لك كلمة. بس بدنا رأيك حول أزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد. بديش أحكي لك كلمة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شو رأيك بأزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد؟ أزمة مواصلات؟ أنا خلصان من هاي القصة من زمان، يعني ما بعاني من هاي المشكلة. أنا حدا عندي طيارتي الخاصة، بخفي الصبح بضرب مرشو بروح على شغلي، هاي القصة خلصان منها من زمان الحمد لله. ماشي يعطيك العافية. وحضرتك؟ أنا بطلع معه بالطيارة. لا يعني بقصد إنه شو رأيك بأزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد؟ الله يفرج. آمين يا رب، يعني أنت ما عندك مشكلة مع الأزمة. الله يفرج. آمين، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. مرحبا. يا هلا اهلين. بس بدنا اياك تحكي لنا عن أزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد، شو رأيك؟ رح أقول لك شغلة وخلي الكل يسمعني. أول شغلة أنا أصحاب المكاري والسرافيس كلهم مو عاجبيني، ثانياً بيشتغلوا على مزاجهم، يعني بيطلعوا التسعيرة وبينزلوها على كيفهم، حجة شو؟ المازوت. وثالث شيء شو بيقولوا لك؟ إذا ما عجبك بيطلع فيك هيك، بيقول لك قوم انزل. يعني هن عم ياخذوا فوق التعريفة صح؟ ما عم تفهم انت؟ شو رأيكم حول أزمة المواصلات اللي عم تصير بالبلد؟ عفنا عمرنا، بتوقف لتنطر الميكرو وحتى تلاقي محل تقعد. آخ آخ شو بدي أحكي لك؟ لك على دفش وطحش وعلى غلاظة وسقالة وعدي هون ولا تعدي هون، شو بدي أحكي لك؟ هذا غير إذا ما رفعوا التسعيرة. يعني بدي أسألك إنه شوفيرية المكاري عم ترفع التسعيرة شوي ولا كثير؟ هو حسب مزاجه للشوفير. كان اليوم مشتغل منيح بياخد قليل، ما كان مشتغل هات بياخد دبل احيانا. يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه صبايا هلا. بدي اسالك شو رايك بازمه المواصلات؟ والله ازمه المواصلات تنحل هي وقت بينحل ازمه المازوت ان شاء الله. بس هلا حضركم عم تاخذوا على التعريفه ولا عم تاخذوا فوق التعريفه؟ والله زياده شوي صغيره، انه عم ندفع زياده بالمازوت والله. طب هذا الشيء بيصير عم؟ والله هو ما بيصير، لو بيرخصوا لنا المازوت بترجع كل شيء امور طبيعيه. ماشي ان شاء الله، يعطيك العافيه. مثل ما سمعت وشفت استاذ، المشكله كثير كبيره وواضحه والكاميرا صورت لنا كل شيء. لا 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 اسمحي لي اسمحي لي، هي حالات فرديه مثل ما قلنا وليست عامه، ممكن تحصل بكراج او اثنين، والواقع مو مثل هيك. انا نزلت وشفت بعيني، وليك اكثر من هيك، انا وقفت احد الميكرويات وسالت المواطنين عن التسعيره وغيره وقالوا لي كل شيء منيح. عفوا استاذ، شلون يعني منيح؟ منيح يعني منيح، مواصلات مأمنة. طيب استاذ، وشو مشان التسعيرة؟ نحن أصدرنا تسعيرة جديدة وعلى المواطن إنه يساعد نفسه ويساعدنا. أها، وكيف يعني المواطن ممكن يساعدكم؟ يعني بيطلع المواطن وبيدفع الأجرة المكتوبة على اللائحة وبيعود. وبركي السائق ما رضي؟ بسيطة، بكل كراج في شرطي، وبينزل المواطن وبيقول له، وساعتها خلينا نشوف الشوفير شو رح يعمل. وهذا الحل برأيك؟
طبعا، منشان هيك نحن أكدنا على كافة عناصر الشرطة إنه يمارسوا دورهم تماما. بتشكرك أستاذ على التوضيحات والحلول اللي قدمت لنا إياها. أعزائي المشاهدين، كنا بحلقة خاصة مع مسؤول الملك. الله ينصرك، الله يحميك. شفتي؟ لك شفتي؟ سمعتي؟ سمعتي شو حكى المسؤول؟ بكره هيك بدي أعمل، بدي زدت له الإجرة بوشه هيك للسائق، وإذا بيفتح تمه بكلمة، لك مو بكلمة، بحرف واحد، بدي جيب له الشرطي. لا تفرح كثير، هلا عجز عجز أنت عم تحكي، من كل عقلك بدك تعمل هيك، حبيبي هذا ما حدا بيطلع له معه. بكره بتشوفي، هيك بدي أعمل، بدي زدت المصاري بوشه وامشي، ولنشوف شو بده يصير. بدي شوف شو بده يصير فيك أنت حبيبي. جاك راكب غرامة، جاك راكب. كم الراكب ضايل؟ 7-8 ركاب، وإن شاء الله السفرة بتكتمل. اطلع جنبك طالع يا علا. خالص حبيب تيسر. يلا يا حبايب، يلا يا قلبي، 50 ورقة على الماشي كل واحد. مشان شو الخمسين ليرة؟ التعرفة مكتوب هون 35. حبيب قلبي، حبوبي، التعرفة عندي 50 ورقة. تدفعوا 50 ورقة بمشي، ما بتدفعوا واقف هون. أخي خلينا ندفع له 50 ونريح حالنا. ما بدفع له غير 35 ليرة مثل ما مكتوب بالتعريفة، هيك مبارح قال مسؤول النقل، ما بتدفعوا أكثر من التعريفة، حبوا حبوا ما حبوا يستفيد. إيه والله صحيح، هيك قال مسؤول النقل 35. حبيبي أنت نشب أولاً، أنت ثانياً، أنا عم بقول لك لا مسؤول نقل ولا مسؤول نقل. عم بقول لك 50 ورقة بتدفع بنمشي، ما بتدفع تفضل انزل دبر راسك مع غيري. ما بنزل من الميكرو وما بدفع أكثر من 35 ورقة، وإذا ما حبيت بنزل بجيب لك الشرطي. ها شرطي؟ لا ها ما بدها، مش قرابة بدها شرطي؟ لا 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 يا أخي ما بدها شرطي، احنا أخوة هون ومنحلها بين بعضنا. خلص خيو مشان الشب الحلو هذا ادفعوا 35 كل واحد. مني 35؟ ما معرضة 15 ورقة. لك يا حنين يا ابو قلب رهيب، شو تسوي؟ تسوي اخوتنا. خلاص 35 والله سوق قرابة، ما عاد فيكم بس 35 بس سامحناكم. كأنه مو نازل هذا. مخصوص بنبي، مخصوص بحاله، شايفه شلون معرم؟ شايفه معرم وما له هم حدا. قالوا شو؟ فكر نفسه منتصر. انا كأنه فتت شغله بعيني يا قرابة. شعره؟ والله يمكن. ارجمي. لا حرك عارض هذا. انفخ لك؟ انفخ انفخ. الله يجزيك الخير، ارجمي. طلعت؟ طلعت هذه ها. شايف؟ من الغبرة. شايفه معرم؟ شايفه معرم؟ شايفه بالمراية. الله يزقعه. ذكره بكايد؟ الله عليك يا صدق. قلت لي قتلنا اياه على الموقف. مشان البقرة. شو قرب يخلص صاحبك؟ خلصوا ها؟ يعني؟ خلصوا بياته. خلص. منيح هون ها؟ جخة. يلا حبيبي يلا ابوي، ال 35 ورقة خلصن، اللي بده يكمل بدفع 25 زيادة، اللي ما بده يكمل يحضر احسن ما عرفوا شو ببطنه. ان شاء الله انبسطت حضرتك، هنيك كنا دفعنا 50، هون صرنا بدنا ندفع 60. أنا فوق ال 35 ما بدفع فرنك، هيك قال مسؤول النقل. الله الله قوي العصو صاحبك. عدلي بيقول لي أفغش وفغش. هذا كفر ومفرغ. اسمع حبيبي يا بعد قلبي انت، اتصل بمسؤول النقل خلي يجيب الميكرو تبعه ويوصلك ب 35 ورقة، ويمكن ياخذ 5 ورقات بس. ولا اقول لك ولك انت خصص. ترجمة
الخير، صباح الخير، تفضل. أهلين أبو يحيى. صباح الخير، شو كيفك؟ كيف الشغل؟ طمني. أسألني عن الشغل ابنه، ضاع مكدسة وما حدا عم يقول لك يا محلى الكحل بعينك. حال من بعده، نفس القصة، نفس الوضع. معقول؟ أنتوا شغلتكم شامبو وصابون، وما حدا بيقدر يقعد بدون شامبو وصابون، ما عندكم شغل؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو يحيى. أخي في شيء غلط صاير، شو هو؟ ما بعرف. يبدو الناس ما عم تقدر تشتري يا أبو يحيى، ما بعرف شو اللي عم بيصير. مشكلة هالغلب يا البلد، مشكلة كبيرة كثير. ما له علاقة الغلا يا أبو يحيى. معقول الناس ما بدها تاكل، ما بدها تشرب، ما بدها تفتح عنينة الشام وتحط على راسها تتحمم يعني؟ خلص، اليوم أبو زكوان طلب منا اجتماع مع التجار مشان يعالج الموضوع. هذا الصح. أبو زكوان يا أبو يحيى أكثر واحد متضرر فينا، وهو لازم يحل القصة. إن شاء الله، إن شاء الله يحلها. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. والله ما فهمنا شيء لهلا، يعني يا جماعة، يا جماعة هدوء هدوء، خلينا نعرف نحكي شوي. تفضل تفضل أبو زكوان. يعني كلياتنا بالهوا سوا، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. وراس مالنا ما بقى يتضاعف، لأنه لعبنا على قصة الدولار ولعبنا على قصص أخرى وما بقى مشي الحال، لكن المواطن صار عم يقنن كثير، يعني القميص صار عم يلبسه 3 سنين وقتها. لك قنينة الشامبو من سنة لسنة يفتح واحدة ويحطها على راسه. مزبوط، لك كيلو البندورة عم يعملوا 6 طبخات. لذلك أنا استدعيت ابن أخي من بلاد برا، خبير دعاية وإعلان، منشان يساعدنا بهالموضوع. اتفضل يا ابني. الحقيقة بحب رحب فيكم بطريقتي الخاصة، اسكاريتو برباروت. أهلين، أهلا وسهلا. بوزليني لاتاريتي روبيتو باجيو انفيرارو. بالعربي. بالعربي الله يرضى عليك. بالعربي. آه طبعاً طبعاً، بيسرني إني أحكي بالعربي. جراسيا، جراسيا إنك ذكرتني. أنا الحقيقة درست الموضوع بشكل جيد وراح أفوت بالموضوع دغري. تفضل شرف. تفضل. تفضل فوت يا أخي. الحقيقة الشارع السوري اتغير كتير، اتغيرت حاجياته ومتطلباته، وصار لازم نلحق بقطار التغيير هذا. شلون يعني؟ يعني نفهم أكتر بعد إذنك. Of course. قصدي طبعاً طبعاً. الحقيقة الشارع بحاجة الآن لمنتجات جديدة، لمنتجات ابتكارية يقدر يستفيد منها المواطن بحياته اليومية، وهالمنتجات هاي راح تكون داعمة للمنتجات الماكودوسو، أو عفواً المكدسة بمستودعاتكم. لك ابني أعطيهم الوراق خليهم يفهموا عليك. آه أكيد أكيد. الحقيقة هي عدة مشاريع راح يستلم كل واحد فيكم خط إنتاج، بالإضافة للمنتجات الماكودوسو اللي مكدسة عن كل حكينا عنها. تفضل زمبرتو زمبريرا. أيوه. جينر بولندي اوسو كرالانا سيفي توتوشلا توتوشلا سيك توتوش. يحيى شو بدك؟ تفضل تفضل، ترجم لنا اياها بالله اذا بتريد. اكيد اكيد، كل الخطط راح تترجم الى الالمانيه والعربيه. ان شاء الله يا شباب راح نتغلب على المواطن، يعني قد ما كان المواطن شاطر بالكحتنه رح نكون أشطر منه بالحرقصة واللعب والشفط. عزيزي المواطن، هل تتضايق من القناص أثناء ذهابك إلى العمل؟ هل يصيبك القناص وتموت؟ الآن تقدم شركة درعانك دعكم درعنا الجديد، إن هذا الدرع يقيك من الرصاص، إضافة إلى أنه يتمتع بالألوان الزاهية والأنيقة والحضارية، إضافة إلى أنه متوفر بكامل القياسات، رجالي ولادي نسواني محير صيفي وشتوي أيضا. لا تتردد عزيزي المواطن، صحتك بالدنيا. فلنرى إذا كان هذا المواطن قد ارتدى هذا الدرع، ماذا كان سيحدث؟ أرأيتم ماذا حدث لعزيزنا المواطن؟ لقد سلم. إنها شركة درعانك دعكم للسلامة عنوان. عزيزي المواطن،
هل تعاني من الارتباك الدائم أثناء إخراجك للهوية على الحاجز؟ إذن إليك طلاع الهوية. طلاع الهوية وهو الطاقية المبتكرة التي توضع عليها الهوية. بمجرد ضغطك على هذا الزر تظهر الهوية. يكفي فقط أن تمد رأسك من الشباك حتى تظهر الهوية. الآن رأينا المواطن بدون طلاع الهوية ولاحظنا بعض الارتباك، لنراه الآن مع طلاع الهوية. أرأيتم الاسترخاء والطمأنينة التي يتمتع بها المواطن على الحاجز؟ إنه طلاع الهوية. لا ارتباك بعد الآن. عزيزي المواطن، هل تنجلط عند سماعك لأسعار المواد الغذائية والخضروات؟ هل تصيبك الذبحة القلبية؟ هل تشعر بالاحتشاء؟ إذن إليك منتجنا الرائع الجديد جلطة ستوب. إن حبة واحدة من جلطة ستوب تقيك من حدوث الذبحة القلبية عند دخولك لأي دكان. عزيزي المواطن، هل تزعجك القذائف؟ هل سبق وأن كنت ذاهباً إلى عملك وسقطت على رأسك قذيفة؟ قد تنفجر أو لا تنفجر، لكنها حتماً ستسقط. إذن إليك منتجنا الثوري الجديد، إنه القبعة الرادارية للاستشعار المبكر. هذه القبعة تستطيع استشعار القذائف بأنواعها وإعطاؤك إنذاراً مبكراً قبل سقوط القذيفة، فتستطيع الاختباء أو التدحرج، وتستطيع مزاولة عملك بشكل طبيعي بعدها. فلنرى إذن إذا كان هذا المواطن قد ارتدى هذه القبعة، ماذا سيحدث؟ أرأيتم ما حدث؟ لقد تجنب الانفجار. نعم عزيزي المواطن، إنه منتجنا الثوري الجديد. إن شاء الله ألف مبروك يا جماعة. تركلك الله يبارك. جلس كدام يعني شكرا كتير. وتعبك كله كتر خيره. ما شاء الله مبسوطين كتير. لك شو مبسوطين؟ لك ما عمل لحقبة؟ شو هذا ابن أخي اللي عندك؟ متى الله يخلي لك يا عبقري. عبقري. دويكوركم. يعني ممتاز. شكرا. أنا كتير مسرور لسروركم، وكتير مسرور أيضاً إني قدرت أساعدكم، وإن شاء الله نبقى مع بعضنا. But really really في شغلة واحدة مخوفتني. شو هو؟ خايف تخلص الأزمة وتصير منتجاتكم غير مرغوبة بالشارع. الله عليك يا ابن اخي، شو انك روحك خفيفه مثل ابوك. يا سيدي عليك انت بسمعك يا حياتي. تخلص الازمه. عيش يا ديش. لا يفقد الحشيش وهاتي زبيبه. لا اكيد عايش بايطاليا بسكريما. Eee!
ارجع لورا. شو الظاهر ما عم تفهم؟ انا اللي جيت قبلك، ارجع لورا. لك هاي حارتي وانا مستعجل، بعد لي خليني امرق. لك شكلك ما عم تعرف مع مين عم تحكي. شكلك جاي عبالك عامل لك مشكله. ولك واحد مثلك بده يعمل مع واحد مثلي مشكله؟ لكان واحد مثلك بده يوقف طريق واحد مثلي. لك الظاهر انت ما عم تفهم وما رح تحلها. الظاهر لك انت ما بتعرفني وانا بورجيك. هلا رح حل. هلا بتشوف. الو، خمس دقايق بدي دوريه قدام البيت. الو، بعتوا لي دوريه فورا بالحاره هاي الصغيره، في واحد بدي بهدله فورا فورا. عامل لك بسرعه. حبيب كأنه هلا وصلت ووقفت اول واحد. معلم هاو. عفوا، عم تحكي معي؟ ايه نعم عم بحكي معك، رجع لورا. يبدو انت مانك عرفان مع مين عم تحكي. مين ما كنت تكون، رجع لورا اذا سمحت. خلصني هلا دوري. خلاص انت، انت ما بتعرف قدام مين واقف. لك يا اخي لا توجع لي راسي، اذا سمحت رجع لورا. مين ما كنت تكون بقى؟ لحما لكو حق المدوني. لك خلاص ولك. لا لا، بلكي طلع هذا شيء بالمسؤول. هلا مناكلها. قولي، هذا شكله مدعوم عن جد وواسطته تقيلة. أكلنا هوا. دخيل عينك لا تأخذني، يعني الواحد صاير متوتر هالفترة ما بعرف كيف. تفضل تفضل، خذ محلي شرف. حقك على راسي، حقك على راسي. أنا بدي أطلع براسي ركب لك جرة الغاز إن شاء الله بالطابق العاشر. لا يا رجل شو عم تحكي؟ أنا ما بصير. والله تركز معي يا أولاد. شو مو عارف أنا عم تحكي وياك؟ ايه يا اخي على العاشر، يعني انا خجلان على العاشر. امنيتين؟ لا والله ما برضى. انا براسي بعمل لك. لا 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 لا، عندك مفتاح انجليزي؟ تسلم لي. جيب لك العده. لا يا والله خجلتني، والله خجلتني. عفوا مدام، بس كأنك اخذتي دوري؟ لا حبيبتي غلطانة، هالدوري مو دوري. لا مدام، انت اللي غلطانة، انا طلعت شوي لبرا وهلا دوري. شو قصدك يعني؟ انا بطيسة وجاي اخذ لك دوري؟ والله طالما هيك الحديث شكلك فعلا وحدة مطيسة وبدك تاخذي لي دوري بالقصد. عرفي حالك مع مين عم تحكي؟ ها؟ انت احترمي حالك وعرفي مع مين عم تحكي. لا طولي بالكم يا جماعة. وانت صفي على جنب لو سمحتي. انت شكلك مو عرفانة مع مين علقانة. اوعك تتورطي. ها؟ معناها شي مرت حدا مهم؟ لي تخرب لي بيتي بكره. ولي هدي 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 يا جدبا، هي لو مانا مرت شي مسؤوم ما كانت اخذت دوري بكل ثقه. بتعرفي شو؟ انا عن جد موعدي ما كثير مهم فيني اجله. تفضلي حبيبتي. لا لا معلي حبيبتي، كرم اخلاق مني. تفضلي عدي وانا بستنى. والله فعلا انه شكلك انت كريمه. خلص حبيبتي خلص، انا عن جد مالي متاخره. لا ولو. لا حبيبتي انت عادي خدي دوري، كرم اخلاق مني وانا بنطرك. عن جد هذا كرم اخلاق منك. ولو حبيبتي تفضلي عدي. ان شاء الله بتقبشيني حبيبتي. شو؟ كانوا جماعتك لسه ما وصلوا، واقفين على شي حاجز يعني؟ جماعتي بدهم يوقفوا على الحاجز؟ ولك يا حبيبي جماعتي ناطرين جماعتك. جماعتي عضت كوساوي بيكونوا عندك، اشتاقوا لك كثير. ايه هلا منشوف. العمى، ايه انا شو كان بدي بهي المنفخه؟
نجي نتبهدل هلا. ولي احلى يجوا جماعته عن جد، والله متبهدل لازم املص. والله يا حبيب رح كبر عقلي وكبر قلبي وما بدي اعمل مشاكل، رح خليك تمرق. لا والله انا اللي بدي كبر عقلي، وانت مبين عليك شاب محترم، انا اللي رح خليك تمرق. لا والله هاي حارتي وانت ضيف فيها، انت بتمرق اول واحد. لك يا خي انت اللي بتمرق وبتمون على راسي. لك خي حبيبي اهلا وسهلا فيك، هاي بيتي ليك فوق بشرب فنجان قهوه انا وياك وانت بتمرق ما في مشكله. لا والله على راسي بتروح. يلا يلا انت وياه افتح طريق مستعجل. شو بك ضيف بالحاره بين مرق وبعي؟ نعم بعي. شو العالم هاي؟ لك وينكم انتو؟ ليش تاخرتوا؟ انا بالحاره صرت. يلا بسرعه. جيبوا لي هدول الاثنين بسرعه. علقني بهالشغله فواشه، يعني سناره من دون فواشه ما بيمشي حالها، حتنكسر الخشبه. لا حول ولا قوه الا بالله، يا ربي دخيلك ساعدني بس. ولك شبها؟ ما مربوطه 100 عقده ما عم تنفك معي. بدك تصبر لك شوي ولازم تفك الشربكه هي بهدوء. لك صار في 100 عقده ما عم ينفكوا معي. لك يا زلمه شو بتنق وبترداح؟ والله بتجري اكثر من مره مطلعه. ما فيها شيء القصه، ما في عقده ما بتنحل، بس شوي شوي وبهدوء. يلا انت اطوش الحوش، انا اذا بدي اتعامل مع هذا الموضوع بتروي ما بخلص اليوم. يا سيدي تاخذ معك يوم، مو احسن ما تاخذ يومين؟ لك اذا هيك بطلع بلا صيد ما بحسن اروح اتصيد، شو بدنا ناكل؟ الله كريم بكره بيعوضك، وانا اذا بدك بقسم الغله بيني وبينك بالنص. هيك بس خلاص خلاص ما بدها بسبسه، اتفقنا مشي الحال. لك يا سليم انا والله حياتي كلها مفشكله. لك بدي كثير شغلات، بدي اعيش، بدي اكل، بدي البس، بدي اتفكفك عقدي، بدي اشتري فواشه، بدي اشتري خيط جديد، اشتري سناره جديده، بدي تنحل المشاكل. بدي وبدي وبدي وبدي. ولك بدك بده سيف حد حاج بقى، حاج تطول وتقصر لتحل المشاكل غصب عنا. لك اذا بتدق راسك بسابع سما وبتنزل بتبوس سابع ارض هيك ما بتنحل. لك شو بدها تنحل لك هان شلون؟ شو بدها تنحل؟ مثل ما قلت لك اول شيء هدوء تفكير ورويه، ما بتلاقي غير المشاكل كرت وبلشت تنحل وحده ورا وحده وحده ورا وحده. هدوء هدوء هي هدوء وصفر تروي. ها؟ والله فكت عقدة. وهي عقدة الثانية مفكت. لك والله بلشت اقتنع بكلامك يا سليم. لك شلون بدنا نحل عقدة الداخل لك ها؟ عم تجذبها؟ هي غير ربك ما بيحلها. على العقد الداخل. ثاني. شلون بدك تحلها بالزمن العاطي؟ والناس كلهم ما حدا بده يفهم. واساسا ما حدا بيفهم. حتى انت ما بتفهم لا تفكرها. شو امرتو؟ انت ما بتفهم. ايه لا سيدي ما حذرت، مو انا اللي ما بفهم، انا ما بدي افهم. ها وشو الدليل؟ الدليل؟ الدليل مكتوب على كتافي، تعرى انه عم تنكت انت هلا مشان تسكت. لا ما عم نكت. لا بلا حكيك انت انه على اساس يعني بعرفك بعرفك عقلك هالقد قد الفستكي روح علي الحرام. بتعرف جردون هالقد بضحك عليك انت؟ جردون هالقد هالقد بضحك عليك. جردون جردون بتطلع 60 جردون واحد بيطلع كايتك.
هسا انا باخذ بيقعد بيفزق بيحكي كلام بلا طعمه بياخذني عالي لك جاي على بالي افهم منك جمله مفيده بس على قد ما بيقعد رجع على بالي جمله مفيده فهمني شو عم تحكي.